انا ارجو تاني ايه ده؟ هو ايه الحكايه بقى؟ معلش يا حسين سوء تفاهم بسيط، بكره عثمان يحكي لك ايه الحكايه. النهارده 23 سبتمبر؟ ايوه بتسال ليه؟ تصور النهارده عيد ميلادي كنت ناسي خالص الحكايه دي. كل سنه وانت طيب يا حسين. وانت طيب. في حد يا راجل ينسى عيد ميلاده؟ لا انا افتكرته ولا حد فكرني بيه. النهارده يبقى سني 45 سنه. ضيعت اكتر من نص حياتي من غير ما اعمل حاجه. وايه بقى الحاجات اللي كنت عايز تعملها؟ النكتة بقى اني مش عارف. بالمناسبة انا نادي عزمك في بيتي وهخليك تعمل حاجة. طولت الكاميرا بين وجوه المعتقلين في معسكر أم ريسكا ظهر مئات من الرجال المسلمين المصابين بالهزال الشديد وهم يساقون وراء الأسلاك الشائكة. شايفين اللي بيحصل في البوسطة والهرسك؟ الذين وصلوا إلى معسكرات الاعتقال. البوسطة هنا وبعدين نهارسك سوا. انت زعلتيه في حاجه يا بلبل؟ انا يقطعني قاعده نادي فيه من الصبح وهو ولا هنا. شايفين الحرب؟ بطل يا حسين بقى اشرب كاسك وروق. الحرب هنا يا شاطر، وريهم يا فيه في الحرب على اصولها. انت عايز الحرب بقى شكلها؟ ما يلا بقى نحارب احنا كمان. نحارب فين؟ في البوسنه؟ لما تبقى تفلح هنا الاول تبقى تطلع على اي حته تانيه. ايه اللي بيجرى هناك ده؟ حسين؟ ايه اخبارك كده؟ لا مفيش، اصل واحد صاحبي افتكر ان النهارده عيد ميلادي فصمم انه يحتفل بيه. يوه النبي نسيت يا حسين، كل سنه وانت طيب يا اخويا. الواحد بس يفتكر ازاي في البروستان اللي احنا عايشين فيه ده؟ عليا بقت عصبيه قوي وعماله تعند فينا وفي روحها كمان. معلش حاولي تفهميها سنية، من 10 سنين وهي مستنية اللحظة دي وبتقول دلوقتي إنها بدأت تحس بالعيل وهو بيتحرك في بطنها. من الشهر الثالث وإن بنت عنيتك قوي يا أخويا. الجوزاء رهان تكسبه من صديق اليوم. وأنت وراها وغير عني. إحنا عني بقى. أنا جايب لك الرهان اللي بتكسبه كل يوم يا سعادة الباشا. اتفضل. وحل عني. أشكر يا سعادة الباشا. رهانك يا باشا. انت عارف يا سحس ان انت اخر واحد وصل الشركه النهارده؟ امال هما فين دلوقتي؟ مجتمعين عند المدير يا سيدي، اصله بسلامته عمل مكتب محاسبه خصوصي وهياخدهم كلهم يشغلهم عنده، وشغل الشركه ده هيبقى على دماغنا احنا الاثنين بس. يا سيدي يا جت على كده. خد بالك يا حسين، المدير فاهم كويس قوي ان دماغك متركبه غلط وانك مش هتلايمها، وده انذار ليه. شكرا. طبعا. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ حسين، تحت امرك. المكافاه بتاعتي ما طلعتش ليه الشهر ده؟ والله ما انا عارف يا استاذ حسين، الكشف اللي مضاه به المدير ما فيهوش اسم حضرتك. ما فيهوش اسم ازاي؟ ده انا اللي شايل الشغل كله. الحقيقه يا استاذ حسين كل الشغل اللي انت شايله ده بتاع زمايلك وبيتقدم باسمهم، يعني من ناحيه رسميه كل شيء مظبوط. واسمح لي اقول لك ان الحكايه زادت عن حدها قوي. كل الناس بتدور على مصالحها وانت ولا كانك موجود. تعرف شكري كان هنا ليه؟ عالم وراه ايه؟ وراه بيت بيبنيه يا استاذ حسين، وبيبني تحته مصليه عشان تعفيه من العوايد. نعم، والمصليه دي بقى بسميها مسجد الهدى والنور. ايوه يا سيدي، وبيلم عليها تبرعات كمان. وهي كل ما تبعت لك جواب بتقراه بالطريقه دي؟ ايوه يا سيدي. الانجليزي بتاعها معقد قوي. طب وبتكتب لها ازاي بقى يا استاذ؟ القاموس العربي الانجليزي اهو. الحب صعب قوي الزمان ده.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حسين. أهلا بيك. أنت لسه ما سافرتش؟ لا لسه. إيه؟ يسافر فين؟ على البوسنة. الله يخيبك، ما وصلنا سهرة إمبارح. سلام. أموت أنا في اللعبة الحلوة. يبقى بصيها لي. يعني هو ما فيش شويت غيرك؟ ما تيجي نعمل ماتش، بقالنا زمان ما لعبناش. ماتش إيه؟ هنروح عند الأسطى عفريات في الكازا بتاعنا. حلوة، حلوة. فكرة. قلت إيه؟ لا ما افتكرش اني حاضر اجي معاكم. ليه؟ اصلي معايا ميعاد مع المدام عند الدكتور. اصلها حامل. مبروك يا عم. مبروك. الف مبروك يا حسين. اخيرا يا سحس. على كده يبقى لازم تيجي نحتفل سوا ببشاير وصول ولي العهد. معلش المره دي. في ايه يا دكتور؟ الحكايه. الحمل طلع كاذب. انا متاكده اني حامل. يا دكتور انا حاسه بالطفل. في رهف في بطني. معلش يا مدام ده احساس بيجي لكن التحاليل بتقول غير كده. طيب ما فيش اي احتمال يا دكتور ان التحاليل دي تكون غلط؟ لا انا نفسي كنت عارف ده من اول كشف وعملت التحاليل احتياطي. المهم ان مدام عليا تواصل العلاج. رسول ملبس على الحلوين وادي الورد على الاسمين. رسول ملبس على الحلوين وهات الورد مع الياسمين. عالراس يا جاي يا بنات حلوين قالوا من السلي وراس الدين والسحر عليك وانا الزايبين اخر شقاوة والنبي طعمين يا متمسة. ليه الستات دي كلها؟ ماسورة الستات ضربت غرقت المكان. في اسكندرية بلدنا يا ناس وفيها المرسي ابو العباس. 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 الف مبروك يا حسين. هنحتفل بيك احتفال ايه؟ حصلش احتفال التتويج يا ملك. تيجي تقعد معانا يا مصباصيه. ده البيه مستني ولي العهد هيجي له قريب وعايزين نفرف الشنب. لما يجي له ولي العهد ويكبر ابعته لي انا اعلمه. والله ما انا قادر وحياه ما بتدي قادر. انت عارف ان احنا الترابيزه الفقريه الوحيده اللي في المكان ده؟ طبعا ترابيزه بريل خاليه من الستات. بسيطه اطلب لك ازازه ويسكي تيجي مع الافتتاح. ده انت عايز تخرب بيتي. ده انا مرتبي طول الشهر ما جبتش الازازه ونص. انت بالكتير تجيب ازازه جاز. رسل شوفي الست اللي هناك دي. لا لا تغمز دي تاني. انت ما تشوفش ولا ايه؟ طب وبعدين؟ حلوين قالوا من السلي وراس الدين اسكندريه وسيدي جابر على البعد والله ماني قادر. ما يهمكش ما يهمكش حاول كمان مره. دول صارمين الليل يا ليل يا ليل. ايوه يا ابو صالح عايزين. اصمد يا عم اصمد. يلا اديله جابر ما كتير يا ليل يا ليل. دول صارمين الليل يا ليل حرام. والله كويس ان صلاح بيحاول. بيحاول على الفاضي يا حبيبي. سعد باشا قال مفيش فايده. على الاقل هو بيعمل حاجه مش قاعد فاضي زينا. في مفاجأة عشانكم. خير؟ ايه ده؟ طاولة؟ ايه ده؟ ده محدش معبرنا. خلاص؟ هو اللي جابه لنفسه هيتغرب. يلا. آخر شقاوة والنبي طعمين. إن شاء الله ولا ماتش المنتخب. ما تقلقيش علينا. هو هيكون راح فين يعني؟ وبعدين لو كان حصل له حاجه كنت انا هعرف على طول. انت ناسي ان انا مفتش المباحث بتاع المنطقه. معلش ازاي بس يا عمر؟ ده عمره ما اتاخر بره البيت بالشكل ده. عموما انا هريحك وهعرف ازاي اجيبه حتى لو كان تحت الارض. Right.
بس حسين عبد الحميد محمد، مش كده برضه؟ ايوه يا فندم خير. انا الرائد مصطفى عبد الله من المباحث العامه، لو سمحت اتفضل معايا بهدوء من غير شوشره. ليه يا عم؟ ايه يا باشا؟ هتعرف هناك لما نوصل. ايه اللي حصل يا باشا؟ اتفضل معايا. ليه شكله كده؟ لا برمجي ولا هجان، تبقى هنا ليه؟ مش عارف، يمكن علشان حمل مراتي طلع كاذب. نعم، بقى مسكوه عشان حمل كاذب؟ طبعا، احتمال يكونوا بيعتبروا ده عملية نصب على جهاز تنظيم الأسرة. أطلب تحرر عن واحد، يعمل فيه كده؟ أنا آسف يا فندم، بس التعليمات اللي جات لي من حضرتك ما اتفهمتش على إنها عملية تحري، اتفهمت على إنها ضبط وإحضار، وعلى العموم ملحوقة يا فندم. بتعمل حاضر يا فندم. آسف قوي على اللي حصل. طيب يا حسين،